كذي لي مراحلك سنين حبيبي انت وينك من زمان انا كذي لي مراحلك سنين. هل تتذكرون بائع الماء اليمني هذا عمرو احمد الذي استضفناه قبل اكثر من اسبوع، حيث انتشر هذا الفيديو له على وسائل التواصل وهو يبيع قارورات الماء في شوارع صنعاء ويغني للذين يشترون منه. بعد انتشار الفيديو عمرو اشتهر اكثر واصبح حديثا للكثيرين. الامر لم يتوقف عند الحديث فقط عنه، تطور الامر الى وصول عروض من البعض لمساعدته على تنميه موهبته وربما الخروج من حاله الفقر. احد العروض جاءت قبل أيام من الملحن والموزع الموسيقي اللبناني صبحي محمد، في ذلك العرض يطلب منه تسجيل فيديو كليب له وربما مقابلات تلفزيونية. أشكر الأستاذ صبحي محمد على تواصل معي، إن شاء الله بعد 10 أيام أنا عنده في لبنان. الحمد لله صار تواصل بيني وبينهم، وبعد 10 أيام راح يكون عندي بلبنان، لأنه مثل ما بتعرف في إجراءات سفر وجوازات. الملحن صبحي تكفل بالمصاريف، وكما سمعتم ينتظر الانتهاء من إجراءات السفر للانطلاق، لكن هناك مشكلة، فوالدا عمرو منفصلان منذ ما يقرب 7 سنوات، وهو يعيش مع والدته. قيل في الإعلام إن والد عمرو رفض ذهابه إلى لبنان إلا بعد دفع مبلغ مالي له، وقيل إن الأم لجأت للمحكمة لتأخذ إذنا بسفر عمرو. تواصل فريق ترندنج مع الأم لتبيان حقيقة ما يقال. قالت إن أبو عمرو يطلب منها 400,000 ريال يمني، أي ما يعادل 1,000 دولار، وقالت إن كل قدرتها هي 100,000 ريال. أما عن المحكمة فقالت إنها بخصوص حضانة الأطفال والنفقات وليست تخص سفر عمرو. نتحدث عن القضية، لكن إن أصر الأب على الرفض قد تذهب المحكمة لأخذ إذن. تواصل فريق ترندنج أيضا مع الأخ غير الشقيق لعمرو من أم ثانية لشرح موقف أبيه من الموضوع، فقال لنا إن ما يقال بخصوص طلب المال للموافقة فهو غير صحيح بتاتا. أما الأب فقد انتشر له فيديو يشرح فيه وجهة نظره. دعونا نستمع إلى وجهة نظر الأب هنا. أين هو؟ هذا هو الأب يتحدث الآن. أنا لا ما أرضى بالسفر إلا إذا كان أنا معه أنا ولا بقبني يدرس في المدرسة. هل أنت ترضى تدي ابنك؟ لا أكيد أكيد لا. ولا تخلي يصير مع أحد ثاني لا تعرفه ولا تصرفه؟ ما دي ما أسكى القناة. شي يسافر هو لحاله. إشتي يسافر هو لحاله وأمه قاعد. ما دخل الأم. أمه مطلق لا لها دخل ولا لها احتراق. ولا يمكن إلا نشجعه ومستعدين يصير أي دولة وإحنا معه. لكن بدون أهله لا يمكن جاهل عادو. قضية عمرو أيضا مرة أخرى تفاعل معها رواد مواقع التواصل، وقصة سفر عمرو أو منعه من السفر علقوا بالقول صبري البناء. أين كان أبوه عندما كان بالشوارع يبيع الماء؟ الأب هذا للأسف الآن يتاجر بابنه وعليه أن ينظر لمصلحة ابنه. عبود يبها يكتب أبوه إيش دخله؟ أمه اللي ربته، وين أبوه؟ وين إخوانه؟ وين قبيلته؟ ما اهتموا فيه من زمان، الحين ربي رزقه واشتهر، قدوا ابنه بينقلعوا خلوه يحقق حلمه. أبو أسر أو أبو عسر صدام يقول للوالد الحق الكبير في منعه من السفر أو في عدم منعه، وكلام والده كلام والده سليم، نعم يسافر ولكن مع والده أو أحد إخوانه. البركان اليماني، ماذا يقول البركان اليماني؟ ستفرج يا بلبل اليمن، صبرت وكافحت، بصبرك قهرت الظروف ونلت قلوب الناس وستنال ما تزغو إليه بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.